يمكن دي الانتخابات النيابية رقم خمسة أو ستة اللي غطيها في حياتي ومش فخر ولا حاجة يعني بس ما أظنش حد عدى كل الانتخابات دي أو غطى الانتخابات دي ده بحكم الوقت الطويل أو المسافة الطويلة اللي اشتغلت فيها وعلى فكرة في أغلب الأحيان بتبقى هي نفس الأشياء يعني نفس العناصر المشتركة بينها وبين بعض اللي يعني بنقدر نحن نتكلم عليها طبعا إحنا في المرحلة الأولى أول يوم من خبرتي يعني من يعني يعشق المصريين ان هم يروحوا يدوا اصواتهم تاني يوم الساعه 8 ونص بالليل يعني هو اللجنه تقفل تسعة والساعه ونص تلقى آه ناس بتكلمك من اقاصي الصعيد ويقول لك حضره القاضي مش عايز يمد الوقت واحنا موجودين جوه اللجنه وعايزين نمد الوقت يعشق المصري يعني المصريين ده من خبرتي يعني في كم انتخاب اللي فاتوا يعشق المصريين قوي انه ينتخبوا في اللحظة الأخيرة ليسوا مبكرين يعني مثلا أما تبص على الانتخابات الأمريكية يتحدثون الآن عن خمسين مليون راحوا عندهم ما يسمى بالتصويت المبكر فرايحين قبل 3 نوفمبر رئيس ج... رئيس الدولة نفسه ترامب أدلى بصوته النهاردة في فلوريدا فيعني عندهم الحكاية دي والناس بتبقى عايزة تخلص حاجتها أو تدلي بصوتها ولكن اتعلمت برضو حاجة انه مش شكل الطابور قدام اللجنة هو اللي يقول اذا كانت اللجنة دي شغالة كتير ولا شغالة قليل كتير كنت بشوف لجان معليهاش طوابير كتيرة ولكن يطلع الارقام فيها كبيرة وكتير لجان كنت اشوف عليها عدد قليل ويبقى فيه لانه حسب عدد اللجان الفرعيه اللي موجوده في كل مدرسه